أحسن الله إليكم. يقول: رجل أدرك الركعة الثانية من صلاة الجمعة، فإذا قام للركعة الثانية هل يتمها سرا أو جهرا؟ يتمها جهرا أو سرا، خير في هذا، لأن صلاة الجمعة جهرية والجهر بها سنة، والجهر بالقراءة بها فيها سنة، فيخير بين أن يجهر إذا قام يقضي أو أن يسر. نعم، ما لم يشوش على من حوله فإنه يسر. نعم.